كان يتوجه إلى الله أن يرده الله أن يرده إلى الله مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. ما بغينا مرد صميم، بغينا لا مرد جميل، يردنا الله مردا جميل. ومن لم يرجع جميل لابد يرجع صميم، لأن هذه أعمالكم عمالكم، وكل ما تعملها من أعمال لابد تجازى عليها في الدنيا قبل الآخرة. فكادت الدنيا تكون دار جزاء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كان بعض العلماء يقول إني لا أعصي الله، فأعرف ذلك في خلق حماري، فمن عصى الله عصاه كل شيء، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء.